الشرطة تتعقب إشارة جوال لتحديد مكان سيدة مخطوفة. مكتب مباحث لوس أنجلوس في صدد العثور على متهمين في قضية خطف سيدة من شرق لوس أنجلوس يوم الأحد، ولم يتم الإفصاح عن اسم الضحية. وقالت المباحث بأن الخاطفان وضعا السيدة في صندوق السيارة، وعلى الرغم من تقييد يديها ورجليها إلا أن السيدة استطاعت الاتصال بالنجدة. استجابت دورية على طريق كاليفورنيا السريع لنداء وتعقبوا جهازها الجوال، وقد عثروا عليها على الطريق رقم 10 بالقرب من بونوما. أنقذت الدورية السيدة وأخرجوها من الصندوق ونقلت بعدها إلى مستشفى حيث عولجت وخرجت إلى بيتها. وقد بدأ مكتب المباحث تحقيقاته في لوس أنجلوس بعد أن علموا أن السيدة قد رفع بها بلاغ خطف في نفس اليوم. وحسب المحققين فإن السيدة تعرفت على خاطفيها.